كلنا محمدنا. حزب الاستقلال الى جانب المواطنين. حزب تاريخي وعنده بصمات في المدينه. حزب محمديه ان شاء الله خاصها تزيد قدام. جنة الاسم كريم مصطفى ملك كنفد وكيلة اللائحة الإضافية للنساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة المحمدية. إذا كانت توجد مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بسرعة الحسن الثاني والموضوع للدواء الصحفية، نبغيو نعرفوا نصيحة للناخبين. نصيحة واحدة من مختصر، الناخب والناخبة له سلطة التعيين بالنسبة للجماعة كل 6 سنوات. تصوروا معي أنه كل 6 سنوات تكون له سلطة تعيين من يمثله في الجماعة، ولما يحسن ذلك التعيين يرى نتائج وإنجازات، لكن لما يسوء سلطة لا يحسن سلطة التعيين فبالتالي لا يلوم أحد، يلوم نفسه. مما تتكون لائحة النساء باختصار؟ لائحة النساء ديال الاتحاد الاشتراكي كاينه أختكم ملكة الفد بطبيعة الحال وكيلة اللائحة، لها تجربة جماعية لولايتين من 1997 إلى 2009، كاينه الأخت فاطمة نظيم أستاذة ومربية أجيال، كاينه الأخت فاطمة بوعام تاجرة ولها امتداد جمعوي كذلك، كاين الأخت فتيحة النحيلي مناضلة اتحادية هي من جنديات الخفاء للحزب، وكاين 4 ديال الشابات اللي هما كنعتبروا أننا صنعنا منهم الخلف ل يعني مسيرات جماعيات محتملات مستقبلا، ألا وهي غزلان أعضاء، ملكة عزة، وهما كما ذكرت سابقا أستاذة بتعليم الابتدائي، كذلك الأخت أمينة بطاش، وشابة منال رياض. كلنا محمدنا. حزب الاستقلال إلى جانب المواطنين. حزب تاريخي وعنده بصمات في المدينة. حزب محمدنا إن شاء الله خاصها تزيد قدام.